مرحبا. أهلين وسهلين. اليوم جيبتهم ليش؟ ليش؟ عشان أوريهم صورهم القديمة. مين ذي بنوت؟ الله نوت، شكلك يضحك. نبدأ بنوت. ليش أنا كذا صلعة؟ توك مولودة لك شهرين وثلاثة. وش يضحك شكلي؟ كني ولد. هذا أنا. هذه نوت. أكثر الصور نوت لأنها هي الأولى. وكنت طافة بالتصوير، فأكثر واحدة يعني المعذرة يا ميسة وظهري. لأن أول ما ولدت ماما قالت أمي قالت جتني بنت جديدة، فقعدت صور 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 ألف صورة. ميراكلس يا حظ، قوة الحظ تساعدها. ميراكلس بابا مسويتها دعسوقة. بابا للحين يلفني زي كذا، مرة أحب هذا الشعور. كان ودودة شكلي مع ودودتك ما أنت صغيرة. أجولي بعدها. الله جنن جنن طربوشي كيما جنن ايش مخ هذا ما يوم قاعد نوت نوت اول سعوديه تقود السياره وهذا الدليل كيوت الطقيه هذا اول قميص تلبسينه اي ضحك شكلك مره مبسوطه عليك فيه جنن مبسوطه شوفي ملامح وجهي كنتي توك بعد تمشين الله وش تدري على راسي يوم طيب يطلع الغرفة زي ليش ما غا ليه كبر من راسي أكبر من جسمك يلا بنان سابع نوم صحيح على خير عندي الألف لعبة ما لعبت نمت سطل لكنها جبين نوت تموت على الاستهبال بالبيت وشو هذا ماما حسرت بكل شيء تسويه كل شيء تجربه كل شيء تستكشفه انا سطل وهذا سطل ما غير انا وراها بس امشي واصور واضحك قلت والله لغبيها ذكريات واوري عيالها بعدين يضحكون عليها لا لا بليز انا اقرا انا استفيد واتعلم ان شاء الله عليك هنا مثقفه على ماما مثقفه يلا وما ادري وش السالفه وصول الى جنه ان شاء الله عليك مثقفه مو صغيره نوت شفتوا عشان كذا انا افوز بالكوكيزيات والحلويات وات هذه ميسو نوت تلعب بميسو تقول حامل هذه نوت يوم انا حامل بميسو تقول ابغى اصير زيك قلت علي وحط البالونه في بطنها قلت انت زي الحين يا ربي شكلي يضحك البنت جار لامها وش ذا شكله بتطلب برجر تك على شنطه كروني تضحك تقلدني تشوفني اكلم خالتي حاول اكلم امي تقول ابا اكلمك يلا دوت سلام يما الله يرحمك تبغى ترجع طفله نوت يا قدمي ذا السرير يا اني مت عليه نوت خلاص كل شيء زي ما فرش كانت هنا مطلع حظك انت جيتي بعدها عكس نزين مثلا هي تاخذ اشياء مني بسم الله هذه نوت سارقه جوالي وتصور سيلفي مع ميسو شكلها سارقه جوالي هذه التسريحه لازم لازم نزينها ما في يوم ما زينناها اموت عليها طيب ليش؟ عند الحلاق كأنه ذاك دولك المغنيين الراب مدري وش وكذا الحليب هذه الصورة حطيتها بتويتر تخيلوا ويجون شركة المراعي يحطون لها لايك قسم والله العظيم روح شوفيها بتويتر قديم قبل كم سنة سبع تخيلي عاد مراعي استانسة مراعي شهور ازعجني بالعربية وجاعطي قدوك الحليب العبو وش هذا ليش هذا كبير ثقيله ثقيله هذا بيبي بيبي ثقيل طبعا طبعا يبي كل ما رحت المدرسه او اذا جيت انام لازم يبالي انا اذا نومت نوت ومياسة عشان بكره عندهم تمهيدي او روضه اعطيها ايباد نوت يتسلى فيه طب ليش ايباد لا ميسو ما عندها ايباد كان أذكر عندنا الايباد وذاك الاصفر الصغير تذكرين يوم خربت ايباد نوت اي اذكرك فرمتناه بسببك يوم كان قاعد يلعب بالازرار اكيد حاط رقم سري قاعد يخربط وبعدين قفل بيفتحه غصب الله وش لا تفوتكم ميسو شوف وجهها اصعب واحده اصوره بالعالم ميسو صعبة جدا جي ما تعطين جوي ابد
الله يصلح تبل تي في يقول لا حد يشوفه. الله ميس اخر مني دوت بول وهي برامة شكلي التمهيدي طبعا لازم نفس التسريحه حتى اليوم الاول نفس التسريحه لا اله الا الله محمد رسول الله اي والله كلكم نفس الشيء والله ما درحي من زين اللي بتصيح من زين ميس خايف انت ميس شكلك نوتك فين الناس كنت طيب شايف شايل ماما تكفين شايل يا أخي في شايل أذكر ذي من كانت أنا مرة هنا أبى أحترف وقلت بصوركم وراكم برج الساعة ما دريت إلا طلعت الحرمة ذي أذكر كنت تكلمينه إيه جاء هي بدأت تسولف معي وكذا من ذي طيب ما أدري حرمة جنبية من المغرب أعتقد أو من ليبيا طب أنا أنت متوحش بسم الله الرحمن الرحيم ايش هذا من فين تلاعوي يخاويف اوه عيني يا ابن الحلال ليش راكب بحس الطيارة وانا بجامة تولك يمن النوم الصبح ساعة 6 هذا انا بنام انا مغمض خلاص الحين وقت النوم بسم الله وش ذا هذولا ضاري وميس ورايحين يسرقون بنك وقبضنا عليهم وديناهم الشرطة احنا في طريقهم للسجن يا مؤدب ظني مؤدب حط يدين ومعنا خايف مرتاح يا حد افكر ضاري ما شاء الله ضاري محافظ فتحات هذه حقه الطحنيه اي هذول حقه الطحنيه حلواني يا قديمه وحاطين بعد ستيكر عشان المنظر اي والله ميس وميس لا اله الا الله حتى انا كل واحد بعالم اخر وش دي؟ تذكرت يا سبعة ساعة مدينة نحتريكم الجوم يا سفر أنت وبابا كنا جايبين تريوم باللون تذكرون هاي من داخل بلونات في بس فيديو لهن جوة تريوم باللون حفل البلونات وتذكرين يوم نات سافرت مدري وين أتوقع دبي الدمام إيه يوم مسوين مفاجأة كذا جو في كيك وذي نوت مرتين سافرت بدوننا مع بابا مرة للدمام ومرة للمدينة منورة مع عماني الله يا أنا كشفة كان بعيد الأضحى ما عمري صورت صورة إلا وأنا الله يسلحت مرة كنت متعبتني بالتصوير بشكل عظيم أنا شكلي شوفي أنت أهون شوي لا هي الله يصلح ما كانت تركز أبدا واو هنا ضاري قلتك نشوف كن جلسات مع الايباد وتكياتي جتك جنبكم ميزو نوت وانا وانا حقيقي بالاخير اي جبنا لك ذاك الصغير البرتقالي سنوني تسكيته انا معنا يا قدم مرة قديم شوف ظهري بس مسوي نفسه مؤدب وينال بومباستيك سايد اي نوت ميزو هنا قال ما اعطتني جوي على هالصوره اخيرا أذكره هذه مين يا نوت؟ الماس لا أمزح بسرعة مدري نوت جينان لا غالي احنا فين؟ والله جينان والله ما أعرف السلام عليكم صورة قوية يا حكتها جينان بتقتلني يوم الأحد شكلها خذها مفقعة حلوة كيوت لا تنمرين على جينان عمتك جينان أمس رحنا لها وتزينت بينا أعطيها قلب حب حب السنان مرة طاري ما شاء الله وش ذا الباء قاعدة علم الحروف في باء والله أذكره كنا بنروح لما سفوري لان تمام بالليل كنا وماما قالت إذا درستم بسرعة درسوا عشان نروح سفوري لان حنا جهازنا وقلين ولبسنا طبعا أنا مذاكرة وشي أنشطة لأن كانت بإجازة هذه فأعطيتهم أنشطة قد حلوها وبعدين وبعدين طلعنا يلا قولي ما طلعنا احنا طلعنا والله العظيم ما طلعنا احلف كان بالليل بعد كانت الساعة توقع طيب ليش ما طلعنا 11 شوف لابسين وكاشفين اي اذكر انت تقولين كنا احنا بنروح او كذا حين تحمست بروح سفوري لاد لبسنا طيب كذا وجهزنا ويلا جينا ندرس اكيد في سبب بابا زعل وعي يودينا انا نخلع بسم الله الرحمن الرحيم ايش هذا فضائي كان داري شعره طويل وانا ما احب شعره طويل بس بابا يطوله فقدر ربطه يحمقني كنت اذكر انه يلبس طوق بعد اي ولبسه طوق اي والله فرحتي مدخل مدرسة الحين حلقه احسن ملابس احسن ملابس
من عليك تبرسه الملابس. كنا رايحين المطار يوم نجيب العامل كروان. المهم قلت يلا باخذكم صورة. قلت لا ما ابغى ماما شمس حرقت. بس ولا كلمة. يلا صفوا هنا بس باخذ صورة بسرعة. والله مكان حلو. بس الصورة طلعت بيض. ما احب الملابس ابي زيها. اي والله احسها مريحة. اشرح الظهري اعوذ بالله. الله. جمال وانا. هذا وقتكم على الايباد. شعري شعري بليز ما موت ذس. ميش اطول من نوت. سبحان الله. اي والله. من اقصر. هي رافع رجلينه شكله واضح. ضاري يحاول يرفع رجلينه. اوه شوفوا ضاري حس ماي تقول ظهري. كذا. تذكرت. عند ماما هيا. ايوه عند ماما هيا. اذكر هذا العقد اللي لابسته ميسو. دائما احبه وانا صغيره. الحمد لله انا صرت الحين اعطي جو ماما التصوير. اخيرا. دكتورة نوت المحامية مياسة. الحمد لله انا دكتورة. انا دكتورة. غريبة بزيادة وشكلها غريب شوي. لبسي اذكر هذا اللبس. اخذته. هذه مدرسة مياسة القديمة. قبل ما تدخل التحفيظ تذكرتها. يوم انت بأولى. يب. اللي كنت انزل تحت الطاولة. كنت اطلع درس ما يبدو مستعزل. لا حول ولا قوة الا بالله. كنت دائما تجيني المدرسة. دائما تدعوا لي ياما. يا قدمي. ملابس كنا نلونها. عيوني. رجل يد ذي. رجل يد تنحبها. فيها. نبي نحبها رجل يد. اشتريها من امس وانا اذكره. هذه مزيناتها عند المكتبة من زمان ومليته منها وكبيتها. شفتها مغبرة وجهها. شوفي شعر قصة وجهي ليش كذا؟ ميسو نوت نظارات. هنا قلتي الا بقص شعري الا الا. ميسو شباستك. طاقي طويل. يا ربي ميسو. طاقي وش كبر. وين القصة اللي بالشعر الجبهة طويلة؟ طاقي والله كذا. وهذا شو اسمه البريود. ما احب البريود فاقع. اي حتى انا ما احب الفاقع بس ما ادري ليش. تغيرت اذواقكم ما شاء الله. الله كلنا مطقمين اسود رايحين العزة شكلنا. يا قدم جزمتي ذي كنت احبه. ميسو شوفي شعرك. طاير. طاير في العالم الموازي. احب اخليكم تلبسون نفس اللون. يا قديم. هذه البلاية اللي يوم رحنا المطار نفسها اللي تو. ايه ماما كانت تزيني ملابس الباربي بالشبابات. نسوي اعادة تدوير. تحت خرز. ايه عشان شو اسمه التقصير. يعني احسن لبس بالنسبة لي وهذه كانت. وفوه ذي وهذا العقود. شوفوا وش بسطها الصفر ذي. هذه شعر نخلة أكبر من راسة. وش ذا؟ وش ذا؟ عطور. كنتوا تلعبون بعطوري 24 ساعة تبخون ويجي يجيب لكم ذولي. قلت يلا روح لعبوا بهم. لا ظهر تفاح ولا تفاح أخضر. يا قدمة قدمة مستعجلين. ضحش عليه ذا يا قدمة. نقطة ضعفكم السباحة أنتم. كنا مستأجرين. واري يدين ما شاء الله تبارك الله كبير. استأجرت عشان تسبحون بس. وبعدين سبحنا أذكر العصر بعدين جو الضيوف المغرب. صحيح يا عماتك. أول مرة سبحنا بس عباية صح؟ أول مرة. طب ذولي إيش اللي طرحات؟ إيه طرحات جيت معهن. كيف شكلي؟ بسم الله. لا في شاي في شاي. ظهري اللي مهم. طاري ذي شكله يضحك. لا ذي انت. لا انا. لا نوت. لا لا الا انا. يوم روح ما تجرى هلاش رينا لك هذه اللبسة. هلالية ما شاء الله. هذه اللي اشوف فوق هذا ريش. هلالية بالغصب وراثها من الاب. اي والله. هذا اللي طلع متروش. هذه نوت. بعد نوت. هذه كانت حق الضاري. يا ربي. لا حقتي انت اعطيتها ضاري. يعني حقتي وحقت ميسو. ميسو حق ضاري. اجيال تمرت على 3 اجيال ما شاء الله. لا استخدمتها. في اشياء عندي ثمينه وتكون جيده وانتم جيتوا ورا بعض بسم الله عليكم. فخليت تتنقل بينكم عادي ليش لا. يمه نوت ميسو. هذه صراحه ما ادري مين. اتوقع نوت شكلها عصابه تسرق بنك بعد. نوت ميسو ميسو يا بيبي يا الله. التسدح في التخمس. ما في شيء تخمس. ما في شيء على اثنين. لا هذا ايش هذا واضح جدا. طبعا نوت تموت على النننة اللي الرضاعة. ميسو ابدا ما اخذتها ولا تبيها ولا تطيق. هذه انا وهذه ميسو صح؟ احس بضيق تنفس لانه في زي الدائرة هنا. تدرين اني مرة حطيتها فمك ولصقتها بالشطرطون؟ احلفي. قاعدة عودة غصب. يوم بنفاس ايش سويت؟ مفك ال. هي مقدرة تفكتها بالجنب.
طلعتها وجي استسلم وايدك خلاص وانا اخذها واحطها بصمي. اي انت هذه اللعبه اللي معنا لسه اول ما تشوفها كاني شافت مليون ريال. اما اذا شفتك كاني شفت كلب عادي. يوم شفتك ما تبين الرضاع اعطيتك بطانيه صرتي تحبينه وتخمينه وتعضضينها البطانيه دائما مليانه سعبيل حسام سوريه كل يومين ثلاثه غسله سعبيل يا قدم يا دورا دورا مندي دقيقه هذه انا ايه دورا اكبر منكم شكلي حاقد. هذه ميسو هذه نود انا شعري طويل ما ادري بس متاكده لا شعري ما هو لا ميسو لا لا انت لانه ميسو ما تعطي الحركات هذه صعبه انا سويت كذا شعري طويل اصلا يا حسافتو بلشتيني لما قصتي نوتة بتاكلني شكلها صار يوم الوطني قلت لكم سووا حركات يلا بصوركم تجي نوتة تسوي حركات نطط وتسوي كذا على ميسو تبي تاكلني لا احنا بس ما ايش السالفه. ماما غطي بس انت تبين تاكليني دي نوت انا الحين اكلي فاضك ماما دي هذه وش اللي معك جوال شكلها جوال توقع جوال او كاميرا كاميرا شكلها اي كاميرا حمراء ما ادري ورديه مفتوحه فلاش. وصلنا نهاية الصور نهاية عرض هذه نص الصور اللي عندي عندي حوالي 200 صور مضحكة لكم ايه اشوف كثير عندك صور متى ما تفضين تشيكو 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 ما عندك شغلة غير تشيكو 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 هي بس مزابلتكم صوركم. اذا اعجبكم الفيديو خبرونا نسوي جزء ثاني ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب ومع السلامة.